السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، كوكب عبد المجيب. اليوم حتكلم عن شيء مختلف شوي، اللي هو يمكن ناس نادر تستخدمه، لكن بالنسبة لي أنا أشوف أنه مهم، اللي هو طريقة فتح برنامج بلغة مختلفة عن لغة النظام الافتراضية. تمام؟ وشلون؟ أنا أقول لك وشلون. لا إله إلا الله. عندك لغة إنجليزية بالنظام مثل ما أنت شايف، بس عندي برنامج معين انا تعودت اني استخدمه باللغه الانجليزيه، او قصدي باللغه العربيه، اوكي، وابي افتح البرنامج هذا بلغه غير مختلفه عن لغه النظام، ابي افتح بالعربي عشان انا متعود على العربي، بس ابي النظام يبقى انجليزي. والعكس صحيح، لو نظامي عربي وعندي برنامج مثلا برنامج الجيم متعود عليه باللغه الانجليزيه، او في شروحات باللغه الانجليزيه ما في شروحات باللغه العربيه، فوشلون اسوي هالشيء؟ الموضوع بسيط طبعا. غالبا باللينكس لازم أن تضطر انك تغير لغه النظام كامله الى لغه عربيه بحيث ان تجي برامج لغه عربيه، لكن اليوم راح اتكلم عن شيء مختلف. خلونا نشوف شلون. اول شيء افتح الطرفيه، خلونا نعدل الخط بس. افتح الطرفيه واكتب env، اوكي، ثم اكتب بكابيتال لانجويج يساوي اكتب اللغه اللي حاب تفتح بالبرنامج. حابين نفتح البرنامج باللغة العربية نكتب AR، نكتب جيمب. طبعا جيمب أساسا افتراضية راح يفتح عندي بالإنجليزي، لكن الحين راح يفتح بالعربي. لاحظ ملف جديد عن شيء إلى آخره. طبعا الطريقة هذه ماشي مع كل البرامج. برنامج ثاني مثلا برنامج ال VLC، VLC جاء باللغة العربية. طيب قبل هذا كله طبعا عرفنا الطريقة، لكن قبل هذا كله لازم تصير مركب باكج اللغة المناسب. لو حاب انك مثلا تفتح برنامج باللغة الفرنسية، فلازم انك تركب الدعم حق اللغة الفرنسية عن طريق اللانجويج سبورت. اللانجويج سبورت توصل له عن طريق بريفرنسز او عن طريق ادمنستريشن على حسب التوزيع على استخدمه. انا عندي بريفرنسز، بعدين اروح لم لانجويج سبورت، هذا هو انستور ريموف لانجويج اللي هو إضافة أو حذف لغة. تختار اللغة اللي تبي، طبعا أنا أضفت اللغة الفرنسية كتطبيق. تحط لي علامة صح، تضغط أبلاي تشينجز، راح أبدأ بالتحميل، بيطلب رقمك السري، بعدين راح يحمل لك هاللغة. فخلونا نجرب نفتح الجنب على لغة فرنسية، FR الفرنسية، هذا اختصار للغة الفرنسية، ترميز الايزو، ونكتب جنب. لاحظ الجيم فتح معنا باللغة الفرنسية مثل ما انتم شايفين. اوكي، نفس الكلام VLC. طيب الطريقة نوعا ما متعبة، انه كل شوية بفتح الطرفية واسوي هذا، لذلك ممكن نسوي اختصار بسطح المكتب. تجي سطح المكتب، طبعا سويت اختصار هنا للجيم، نجي نسوي اختصار، نسوي ملف فارغ، اوكي، نسميه باسم البرنامج اللي حابين نفتحه، مثلا AR Arabic Jump مثلا، اوكي، دبل كليك عشان يفتح مسترد نص، تكتب الاختصار اللي كلمنا عنه تو بالطرفيه اللي هو ANV language يساوي AR Jump، تحفظ. بعد ما تحفظ تروح الخصائص اللي Properties، بعدين تروح Permissions اللي هي التصريح، بعدين execute تحط عليه صح، بعدين تضغط دبل كليك، وبعدين يقول لك run، قل اوكي run، راح يفتح معك البرنامج باللغة العربية. بس اوكي، عندك لغة معينة بس ما تعرف الرمز حقه، الرمز اللي قبله شيء مشهورة اللي هي AR EN للإنجليزية و FR للفرنسية. نزلت على المدونة حقتي، ان شاء الله راح ينفعكم هذا، اللغات والاختصارات، تمام. فلو تلاحظ مثلا فرنسي زي قبل شوي فرنش، ابحث عن فرنش، هذا فرنش، لاحظ ان الاختصار حقه FR. عربيك هذا ما في قدامه اختصار، دور عربيك عنده اختصار، جودو عربيك، هذا العربيك عنده AR. اسباني، نكتب اسبانيش، هذا هو الاسبانيش ES. الى هنا انتهينا. طبعا في وش المكالمة الحزة،
ما راح ارد الحين. الى هنا ان شاء الله انتهينا من درس اليوم. اللي عنده استفسارات اسئله يا مرحبا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسون السبسكرايب يا شباب واللايك. ما الله.